نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كلمة مصر أمام القمة الإيطالية الإفريقية، وأكدت خلالها إسهام مصر في جهود تنفيذ تطلعات القارة الإفريقية التنموية. وأضافت الوزيرة أن حجم التحديات التي تواجه قارة إفريقيا تتزايد بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، وذلك في ظل معاناة 20% من سكان إفريقيا من نقص في الأمن الغذائي. كما أشارت وزيرة التعاون إلى أن إحصاءات البنك الدولي تؤكد احتياج القارة الإفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. استقبل وزير البترول طارق الملا رئيس شركة أعدس القابضة لخدمات الحفر محمد فاروق، وهي الشركة الفائزة بأول مزايدة عالمية من نوعها للحقول المتقدمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، والتي تحتوي على كميات من الزيت الخام. وأكد الملا أن طرح مثل هذه المزايدات يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعة الطيران العالمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وأشار المركز إلى أنه برغم هذا الدور، فإن استهلاك صناعة الطيران العالمية للطاقة حظي بالاهتمام بسبب العواقب البيئية اللاحقة، لافتا إلى أن قطاع الطيران يسهم بنحو 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في ظل تعافي الطلب على السفر الدولي في أعقاب جائحة كورونا. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.121 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.83%، ليغلق عند مستوى 30347 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.13%، ليغلق عند مستوى 6940 نقطة. وزاد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.32%، ليغلق عند مستوى 9860 نقطة. أما أسواق البترول العالمية، فارتفعت أسعار النفط في التعاملات مع استمرار مخاوف الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة للخام بنسبة 0.3% لتسجل 82 دولارا و65 سنتا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليسجل 77 دولارا و9 سنتات للبرميل. كذلك زادت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.63% لتصل إلى $2.64 سنتا للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.30% لتسجل $2.51 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كشفت شركة أرامكو السعودية أنه تم الطلب منها تقليل طاقاتها القصوى المخططة لإنتاج النفط المستدام إلى 12 مليون برميل، انخفاضاً عن 13 مليون برميل يومياً. وأفادت شركة النفط الحكومية في المملكة أنها تلقت توجيهاً من وزارة الطاقة بالحفاظ على طاقاتها القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وعدم الاستمرار في زيادتها إلى 13 مليون برميل يوميا. أغلق المزارعون الغاضبون الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا بهدف فرض حصار على باريس، ويطالب المزارعون بتحسين ظروف عملهم وحمايتهم مما يقولون أنها منافسة غير عادلة مع نظرائهم في الدول الأوروبية الأخرى. مسار جديد اتخذه المزارعون الغاضبون في فرنسا مع إعلانهم فرض حصار على العاصمة باريس، وسط مخاوف من أسبوع ينذر بالمخاطر بين المزارعين وقوات الأمن. نقابات المزارعين في فرنسا أعلنت عزمها نصب 8 حواجز على الطريق السريع الرئيسي من أجل فرض حصار على العاصمة لأجل غير مسمى. ولكي تحول لدون حدوث تجاوزات، أعلنت الحكومة الفرنسية تعبئة 15,000 عنصر من الشرطة، من بينها نشر قوات إنفاذ القانون ومدرعات الدرك على أطراف رانجس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في البلاد جنوبية باريس. وطلب وزير الداخلية جيرالد دارمينن من الشرطة إظهار الاعتدال المطلوب وعدم التدخل في نقاط الإغلاق، وأوضح أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعطى تعليمات من أجل ضمان عدم توجه الجرارات إلى باريس والمدن الكبرى حتى لا تتسبب في صعوبات كبيرة. وظهر غضب المزارعين لأول مرة في ديسمبر ويناير في ألمانيا مع إغلاق الطرق السريعة ومسيرات الجرارات، قبل أن ينتقل إلى نظرائهم في فرنسا ورومانيا وبولندا وحتى بلجيكا. وفي حين تسببت عشرات الجرارات في تباطؤ حركة السير على طريق سريع في جنوب بلجيكا، أغلق المزارعون في ألمانيا العديد من الموانئ بينها ميناء هامبورغ وهو الأكبر في البلاد، إلا أن حصار باريس تردد صداه باعتباره علامة فارقة جديدة للتعبئة في أوروبا. وأدت الأحداث المناخية القاسية وإنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى تنامي السخط بين المزارعين. وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023 وقانون الميثاق الأخضر الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد بشكل خاص، في إثارة الغضب. وإذ كانت فرنسا المستفيد الأول من الإعانات الزراعية الأوروبية التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات يورو سنوياً، إلا أن مزارعيها نددوا بالسياسة الزراعية المشتركة معتبرين بأنها منفصلة عن الواقع. ويندد المزارعون الأوروبيون بالمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة التي لا تخضع للمعايير نفسها.